الدف ده مش موجود لا في سيوة مفيش في مكان تاني. طار جبل مصر الجلد اللي جابوه من فين؟ من الجزار من هنا من سيوة نعمله يفرشه بعد يتفرش نجيب موس ننظفه بعد ما ننظفه نجيب حبل نربطه نقلبه كده اهو هنشد شده فوق كده حوالي كله نشد بعد ما نشد تربط الحبل مربوط بعد كده حيقعد 15 يوم بعد 15 يوم حتشيل الحبل ونوتر نعمله سلف ده الحلف تاعه زيده في الحرب هو ده القصه بتاعه ونحط له بخور عشان الريحه بتاع عندي شويه ريحه مجمره نحطها من تحت يتبخر كده هو علشان يتشد يبقى مشدود عشان يشتغل